السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن شركة سعيد مهد آل سليس وشركة سلاج سعيد مهد آل سليس. دي المشاركة الثالثة معنا هنا في المعرض الدولي السعودي للصرف السمكية الحمد لله. وطبعا نحب نشكر المملكة والجهات الحكومية المنظمة لهذا المعرض الكبير. وطبعا بنحب نرسل دعوة لجميع الشركات الصراع السمكي وجميع الشركات العاملة في مجال الأسماك. وطبعا الحضور ما شاء الله مميز، وهذه تعتبر النسخة الثالثة وتعتبر نسخة قوية ومشاركة فيها. وطبعا بالنسبة لإحنا كشركة عاملة في مجال التسويق الأسماك ومجال التصنيع، شركة ثلاجة سعيد مهد آل سليس وشركة سعيد آل سليس ومصنع كل البحار. وأتمنى المشاركة الدعوة لجميع النسخ القادمة إن شاء الله. ونشكر إدارة المعرض على التنظيم الرائع الممتاز الجيد، وسمحتنا الفرصة ان احنا نشارك ونعرض عن العمل بتاعنا والتصنيع. ونتمنى ان شاء الله التقدم والاصدار للجميع ان شاء الله في الفترة القادمة ان شاء الله. وشكرا لقيادة المملكة الحكيمة الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.